في الأسبوع الأول من الشهر الثامن للحمل ولد علي لتبدأ بعد ذلك معركة جسده الصغير للعيش والنمو كنت حاسة أنه ابني ما رح يعيش الحمد لله أنه صار منيح آه الحمد لله بكرة طالع وفي غرف العناية الفائقة الملاصقة لغرفة علي ثلاثة أطفال يخوضون معركتهم الخاصة خصوصا أن اثنين منهم وهما توأمان ولدا في الأسبوع الرابع والعشرين أي الشهر السادس العلاج بتعدد حسب شو عنده مشاكل الولد اذا بس قبل بوقت خلي وعنده مشاكل بالرئه بينحط اوقات تيوب بالرئتين تاني يعني دواء خصوصي للنضوج الرئه بس كمان اذا بيصير في مضاعفات كتير بدك تعتبر انه هالبيبي اللي خلق بريماتشور او قبل بوقته كل اعضاء جسمه بعده مش كاملين النمو بس التكلفه اول اول ما يجي الطفل ويكون وضعه كتير حرج ممكن تكون باهظه جدا يعني بين حوالي 1500 دولار بالنهار עוברים לצ'יירות על מפלח قليلة هي العائلات القادرة على تحمل التكلفة الباهظة للعناية بالأطفال المولودين قبل أوانهم أو ما يسمى بالأطفال الخداج لذلك اقترح دكتور خالد يونس على خمس أمهات عانين من هذا الوضع الصحي إنشاء جمعية لمساعدة باقي العائلات وعندئذ أنشأنا ما يعرف بالنيونيت فند في المركز الطبي للجامعة الأمريكية الذي أمن أيضا سيارة أسعاف تفوق تكلفتها 500 ألف دولار قادرة على نقل الاطفال بين مختلف المستشفيات. نيونيت فاند صار عمره سنتين، صرنا لحديت هلا مساعدين 200 عائله، الاسسمنت يلي منعملها حسب الوضع المادي تبع الاهل وكل عائله بعيلتها بتاخد نسبه المساعده يلي النيونيت فاند بيقدم اياها. فيها هيدي المساعدة بتبلش من الألف دولار فيها توصل لحدود ميتين ألف دولار هي إذا رسالة حياة تطلقها هذه الجمعية لمن هم أصغر المقاومين في العالم ولمستشفيات هي بحاجة بشكل متواصل لمساعدات تسهم في تطوير عملها مساعدات قد تقدمها دول أو منظمات أو حتى عائلات تتراوح بين مساهمات مالية وعينية وصولا إلى حد تقديم مبان تخصص لعيادات الأطباء